والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب الخير جميعا. حكينا المرة اللي فاتت عن مفهوم الأوبجكت، وراح نحاول نلخص بشكل سريع مع التمثيل عن برضو المفهوم ده في حياتنا الطبيعية. احنا بنتعامل مع أشياء، فاكر انت أين أشيائي؟ بنتعامل مع حاجات نقدر نسميها أشياء. الحاجات دي بيبقى لها دايما حاجات برضه بيبقى لها دايما حاجات بتميزها، عارف انت برضه يعني حتى البروبرتيز عباره عن اوبجكتس، صحيح الكلام ده، يعني الحاجات دي بيبقى لها حاجات برضه بتميزها، يعني هنسميها خصائص بتميزها. مثلا لو انا قلت ان معايا عربيه، العربيه بتاعتي دي ليها مجموعه من الخصائص اللي بتميزها، مثلا number of wheels، عدد العجلات اللي فيها. طب ما كل العربيات فيها عجل، لكن مش كلهم فيهم ليهم نفس العدد، 3 4 6 اكتر اجل، ربما مثلا كل عربيه بيبقى لها مانيفاكتشر، كل عربيه بيبقى لها موديل، كل عربيه مثلا بيبقى لها كولر، لون مميز او لون بيميزها. في خصائص ممكن الاونر يقدر يغير فيها، زي مثلا الراجل ده زهق من لون عربيته الزرقاء وعايز يخليها مثلا بينك او روز، براحته الامر يرجع له يعني ما في مشكله. لكن في خصائص الاونر ما بيقدرش يغير فيها طالما الكرييتور عايزها تكون افتراضيه، فمش هتقدر تغير فيها مهما عملت. يعني مهما انا حاولت اداري اللوجو بتاع عربيتي، فهي معروفه ان اي حد هيشوفها هيعرف انها سبرينزا موديل مثلا 2003 او ما شابه. جميل خالص. انا بقى اقدر اتعامل مع عربيتي ازاي؟ يعني خلينا نقول ان مثلا الشباب ادي العربيه بتاعتي، وعذرا على الرسمه البدائيه، ونامل انها بس تكون من باب التمثيل وانها تكون بتأدي الغرض. دي عربيتي وده انا بقى اقدر اتعامل مع العربيه، يعني اتعامل مع العربيه بتاعي من خلال ما نطلق عليه الميثودز. ها ممتاز جميل. يعني ايه مثلا؟ يعني زي ما انا ايدي اضغط على الاكسليتور دواسه البنزين، يعني الضغط على دواسه البنزين ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن امكانيه من امكانيات العربيه، يعني 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 امر بيوفره الاوبجكت ومتاح اني استخدمه، عارف انت؟ يعني العربيه تقدر تعمل ايه؟ بتديك انك ممكن تضغط على دواسه البنزين. جميل. كل ميثود بيبقى له صدى. الصدى ده يا جماعه احنا هنسميه اكشن، يعني الصدى ده اللي هو انت لما تأدي الميثود الاوبجكت ده هيرد عليك بايه؟ هيرد عليك بحاجه اسمها اكشن، وده خاص بالاجراء اللي راح يحصل لما استدعي ميثود معينه، ها، لاوبجكت معين. ها يعني برضه لما نستخدم الطريقه بتاعت دوس بنزين كميثود، ها دوست بنزين كميثود، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الاكشن اللي بترد بيه العربيه عليا ان السرعه بتزيد. مش مهم اني اعرف دايره عمل المحرك، لكن المهم اني ابقى عارف اني لما اضغط على الاكسلاتير السرعه راح تزيد. الامر ده بالنسبه للناتشر، ده بالنسبه للجانب الطبيعي. ان بروجرامنج لانجويجز الامر مشابه جدا جدا للامر ده. خلينا نكتب مثلا ان بروجرامنج، هنقول يا جماعه وي ريفير تو ثينجز اللي كانت في الواقع زي العربيه، ها بنسمي الاشياء دي از ايه؟ بنسميها اوبجكتس في لغات البرمجه، بنسمي الحاجات دي اللي ليها حاجات بتميزها بنسميها اوبجكتس. ولنفرض مثلا انت شغال على مشروع كبير مثلا، او مش لازم يكون كبير، مشروع تجاري، مشروع موقع تجاري زي مثلا جوميا او سوق، حاجه مشابهه مثلا علي بابا، حاجه من الحاجات دي. تمام ماشي. انت راح تبيع في المنتج ده، راح اسف يا ربي، راح تبيع في المشروع ده، ها هتبيع برودكتس. ممتاز. كل منتج من دول ليه خصائص بتميزه. انت مثلا راح تبيع ماوس غير الكتاب، غير حتى الماوسات نفسها في اختلافات ما بينها، الكتب نفسها في اختلافات ما بينها. جميل. ولنفرض مثلا البرودكت بتاعك ده، ها راح يكون عباره عن ايه؟ راح يكون عباره عن بوك. حلو الكلام؟ حلو، بسيط وسهل ان شاء الله باذن الله. البوك ده ليه مجموعه من الخصائص اللي بتميزه، ومنها مثلا انه بيبقى له تايتل، ليه عنوان، انه اكيد ليه اوثر. ممتاز. ممكن يبقى له ايه تاني؟ ممكن يبقى له بابلشر، اكيد ليه دار نشر،
واكيد ليه بابليشنج ديت، اكيد ليه تاريخ نشر. حلو خالص. انت بقى استحاله باي حال من الاحوال تغير في واحده من دول. انت ما تقدرش تغير في التايتل، ما الكتاب خلاص اتنشر وليه عنوان طلع، انت يعني ايه ليه اوثر ليه مؤلف؟ طب انت غيرت في المؤلف كده ما بقاش الكتاب، انت كده تقصد حاجه ثانيه. فاهمني؟ يعني في حاجات ممكن تتغير، وفي حاجات اسف يا رب، في حاجات مش ممكن تتغير، وفي حاجات ممكن تتغير، زي مثلا موضوع البرايس، انك تعلي في السعر او او توطي في السعر. جميل. كمان بيكون عندي ده على الويب باك، كمان بيكون عندي ميثودز بتخليني انا يعني اتعامل مع البرودكت اوبجكت، يعني مع الاوبجكت اللي اسمه اللي هو البرودكت، يعني مع الكتاب. زي مثلا اني ايه، زي اني خلينا نقول اشوف ريفيو، يعني ايه اشوف الناس اللي اشترت الكتاب ده عملت ايه، يعني شايفين ان هم ايه، يعني كتبوا ريفيوهات ليه على اساس انه هو كويس ولا مش كويس. اشوف الريت، الناس اللي اشترت المنتج ده ادتني تقييم كام، علشان احدد بقى اذا كان ده مناسب او لا. احطه للكارت، اضيفه للشوبينج كارت بتاعي لاني خلاص ماشي عايز اشتري. وكل واحده من دول فيه الاوبجكت بيحاول يطلع لك داتا مختلفه عن الداتا اللي الثانيه، يعني الريفيوز غير الريت غير 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 الكلام ده. حلو حلو جميل خالص. نقدر نلخص الكلام ده ونحط تعريف، مش عايز اقول جامع شامل، لا يعني عباره عن تعريف، ان المتغير اسف يا ربي الاوبجكت ده تقدر تقول عليه عباره عن مجموعه من الفاريبلز والفانكشنز، ها اللي نقول كونكتد مع بعض، المرتبطة مع بعضها البعض، وكمان مش بس كده، كمان خلينا نقول واللي تقدر تكلم بعض، يعني تقدر الاوبجكتس دي تكلم بعض جوه الـ يعني مش تقدر الفاريبلز دي تكلم بعض جوه الاوبجكت، وتقدر الاوبجكتس دي نفسها تكلم بعض، يعني الاوبجكتس المختلفه اللي موجوده في محيط واحد تقدر تكلم بعض، زي ما العربيه تقدر تكلم السواق، والسواق يقدر يكلم الطريق، والطريق يقدر والعربيه تقدر تكلم اشارات المرور، الكلام ده كله بيحتك بعضه، نفس السيناريو ممكن يحصل جوه السكريبت بتاع جافا بتاع الاوبجكتس. ممكن تتحكم في اللي انت فيه، انت عايز تعمل بيها ايه؟ طبعا حسب امكانياتها، ممكن تخليك تقدر تغير في بعض متغيراتها او الفانكشنز بتاعها، ولكن طبعا في حاجات انت ما تقدر تغير فيها. ونتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه مع تاكيد لمفهوم الاوبجكت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.